وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملك الأمير خالد الفيصل بإطلاق حملة بعنوان برا بمكة لدعم المحتاجين وأصحاب الأعمال الميدانية الصغيرة المتأثرة خلال فترة منع التجول. نتعرف على هذه الحملة مع ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ سلطان الدوسري المتحدث الإعلامي لإمارة منطقة مكة المكرمة. حياك الله أستاذ سلطان. يا هلا وسهلا فيك. هلا وسهلا. أول شيء نبغاك تكلمنا عن هالحملة وأهدافها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة في البداية يعني أطلب الله عز وجل أن يرفع عنا وعنكم وعن جميع المسلمين والمسلمات وعن العالم كل هذه الغمة وهذا الوباء. والحقيقة أنه الشكر منا جميعا لحكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين على هذه التوجيهات، وللوزارات اللي الحقيقة لم تدخر جهد في الحفاظ على سلامة المواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة. وطبعا إمارة منطقة مكة المكرمة جزء من منظومة العمل اللي تقوم فيها الدولة لمكافحة هذا الوباء وما يترتب عليه من تأثيرات جانبية على أبناء الوطن وعلى المقيمين أيضا على هذه الأرض الطيبة. الحقيقة أنه الحملة كانت بتوجيه مباشر من الأمير خالد الفيصل، وكان الهدف منها أنه طبعا مع بداية منع الحظر يعني وجدنا أنه في تأثير مباشر على أصحاب المهن الصغيرة اليومية اللي يعني دخلهم اليومي وقوتهم اليومي من هذا العمل. طبعا الإمارة هي جهة إشرافية في المنطقة على كل الجهات الحكومية، وكانت حريصة كل الحرص على أنه كل الجهود الحكومية في ما يتعلق بمساعدة مثل هؤلاء الفئة من الناس أن تكون الجهود موحدة حتى نستطيع أن نساعد ونساهم في حل هذه المشاكل اللي مثل هؤلاء الناس. فبدأنا ولله الحمد بوضع الأهداف اللي ذكرتكم إياها، بعضها أنه مساعدتهم ويعني تأثيرات منع التجول ما تكون يعني كبيرة عليهم ولا على أسرهم. ونحاول بإذن الله عز وجل الآن أن نطلق الحملة بشكل رسمي حتى يستفيد منها الجميع. وبإذن الله نوصل لكل المتأثرين، نحاول أن نساعد كل من تأثر في هذه الحملة. وبإذن الله إن شاء الله نحقق الأهداف المرجوة منه. بإذن الله. آمين يا رب، ونسأل الله يعني لكم كل التوفيق، وتشكرون على هذه الحملة ومثل هذه المبادرات اللي يعني كثير قاعدين نشوفها هذا اليومين خصوصا. أستاذ سلطان، خلينا شوي نتكلم عن الفئة المستهدفة وعن آلية تطبيق هذه الحملة. الفئة المستهدفة احنا عندنا قسمين في الفئة المستهدفة، زي ما ذكرت لك ان اصحاب المهن البسيطة اليومية، ايضا المحتاجين من الاسر المتعففة سواء مواطنين او مقيمين. ايضا في بعض الاحياء العشوائية، الاحياء المنظمة اللي فيها ناس يحتاجون ان شاء الله راح نوصل لهم. طبعا احنا مرتبين ومنظمين هذا مع كل الجهات الحكومية ومع بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية. والحقيقة اشكر من منبركم كل رجال الاعمال وكل الجهات اللي ما ان سمعوا بهذه المبادرة الا وبادروا بالاتصال ومحاولة الدعم. آلية التوزيع، طبعا احنا عندنا المستفيد اللي هو سواء كان اصحاب الاعمال الصغيرة او حتى المحتاجين، وعندنا الداعمين، ونحن ان شاء الله الوسطاء اللي راح نوصل لهذه العملية. احنا الان نعمل على اصدار تطبيق الكتروني حتى انه يعني يستطيع الجميع الاستفادة من هذه التجربة، وان شاء الله راح نعلن عن هذا التطبيق اليوم أو بكرة بالكثير. ويستطيع أي شخص متأثر من هذه الأزمة يدخل بياناته فقط على هذا التطبيق،
وراح مباشرة تطبيق هذا في كل الجهات الحكومية المشاركة، من ضمنها الشؤون الاجتماعية ومن ضمنها وزارة التجارة وأيضا البلديات، راح تتأكد من كل المعلومات المدخلة في هذا التطبيق، وبإذن الله مباشرة تصلنا نوجه الجمعيات الخيرية بالتنسيق مع لجنة السقاية والرفادة بإمارة مكة أنها تتواصل مع كل المتأثرين وتوصل لهم الدعم المناسب الخاص فيه. جميل. طيب أستاذ سلطان، كيف الأوضاع الآن بمكة المكرمة خاصة مع يعني جائحة كورونا الآن، كيف تشوفها؟ والله الحمد لله عز وجل، يعني مكة المكرمة ليست بمعزل عن المملكة. صحيح. الجهود موحدة لمكافحة هذا الوباء من أكبر يعني الجهات الحكومية في الدولة حتى أصغرها، أيضا المتطوعين المواطنين والمقيمين الحقيقة يقومون بدور كبير في موضوع الالتزام في بيوتهم في وقت التجول. الحمد لله عز وجل حكومة خادم الحرمين الشريفين سمو ولي عهده الأمين وفرت كل الإمكانات. صحيح. يعني الحمد لله عز وجل حتى لا يوجد أي نقص لا في سوبر ماركتات، لا في غذاء، لا في دواء. صحيح. بل أن وزارة الصحة مشكورة، يعني حرصت حتى أنه تضع تطبيقات للصحة لمن يريد الذهاب للمستشفيات، وفرت لأنها توصل للبيت. فلا أعتقد أن الخدمات يعني موفرة على شكل كبير ونطاق واسع. يمكن كمان المجتمع واعي أستاذ سلطان. نعم. يمكن المجتمع كمان وعى أكثر على هالجائحة اللي صارت. ما في شك. وأنا أعتقد أنه يعني أنا دائما أقول أنه يعني هذه المشكلة صحيح أنها أثرت على المجتمع وعلى البلد. صحيح. نعم. ولها تأثيرات ما في شك على العالم كله، سواء اقتصادية أو اجتماعية أو حتى صحية. نعم. لكن لو نظرنا على الجانب الإيجابي فأنا أعتقد أنه يعني كسبنا أشياء كثيرة، منها يعني الحكومة الإلكترونية اللي كنا نناشد فيها ونطالب فيها كثير، أعتقد أن الآن أجبرنا على تطبيقها وأجبرنا على التعلم عليها. يعني لم أتخيل في يوم من الأيام أنه فجأة اللي يكون التعليم الإلكتروني موجود، المنصات التعليمية موجودة والطلاب يتفاعلون ويتحمسون معها. يعني كل الأشياء هذه الحقيقة صدقيني حتى من النواحي الاجتماعية أنا أعتقد أنه في هناك جوانب إيجابية، يعني أن أخذناها من جانب النكتة أو أخذناها من الجانب الواقعي فهي حقيقة. يعني أنه رب الأسرة يبقى مع أسرته، يعني يكون قريب منهم. في أشياء كثيرة حقيقة ما ينفعني ذكرها، لكن صدقيني في جوانب إيجابية كثيرة راح تغير تغيير كثير بعد إن شاء الله انتهاء المشكلة. صدقيني راح تكون أشياء إيجابية نستفيد منها بإذن الله. أكيد طبعا أستاذ سلطان، طبعا يعني تشكرون وتشكر أمارة منطقة مكة المكرمة وجميع الأمارات على جهودهم المستمرة أكيد ودعمهم للمواطن وكمان المقيم. المتحدث الإعلامي لإمارة منطقة مكة المكرمة، شكرا لك، يعطيك العافية. الحمد لله على نعمة الأمن والأمان، والحمد لله على الصحة، والحمد لله على حكومتنا الرشيدة، والحمد لله على كل القرارات اللي تصب في مصلحة المواطن والمقيم. مشاهدينا فاصل وأكيد راجعين.